ما عندي اولاد، الله ما اعطاني اولاد، بس عندي امي وابوي واختي والحمد لله معبين دنيتي. كان عندي كمان جوز تركني باثناء الظروف بعد طلعة داعش، هرب على تركيا. كنت اشتغل خياطة انا واختي، اختي تجوزت حاليا وظليت لحالي. فبالايمان والاصرار فقدت الخياطة، من هين صرت اجيب قماش من السوق ابيعه على صديقاتي جاراتي، يعني المهم بدي احصل بالاصرار. فيها المرأة بتعيش بدون الرجل، فيها تعتمد على حالها. بالعكس احيانا الرجل يحطم عزيمة هاي المرأة، يحطم عزيمتها. أنا بعتبر المرأة هي المجتمع بأكمله، هي المجتمع بأكمله، هي اللي بإمكانها تنشئ وتأسس مجتمع ناضج على درجة عالية من الوعي والثقافة، وإمكانها ترجع المجتمع سنين إلى الوراء. هون المرأة هي نفسها بتلعب دور، يعني حسب المرأة، حسب تفكيرها، حسب نضوجها العقلي والفكري، إنه كيف بدها ترجع تبدأ تأسس وتنشأ لأسرتها جو مناسب ملائم. يعني داعش راحت، نحن ما نضل نعيش على ذكريات داعش، احنا بدنا ننطلق، بدنا نبني مجتمع صح بكل جوانبه، بدنا ننشأ جيل انه ننسيها الايام السوداء اللي عشناها في ظل داعش وغير داعش. الموضوع كان اتخاذ القرار وحل المشكلات. نشاط استهدف السيدات فوق 15 سنة، الأعمار حتى يمكن وصل، كان في أعمار حوالي 60 تقريبا. هدف النشاط هو كان تعزيز قدرة حل المشكلات، مهارة حل المشكلات عند السيدات، اتخاذ القرار، آليات جديدة، طرق تفكير جديدة، تفكير خارج الصندوق. التفاعل كان إيجابي جدا بصراحة، فوق التوقعات، مع أنه الأعمار كانت كبيرة وقسم كبير منهم أو الأغلبية كانوا شبه أميات، فبالمقاربة مع ظروفهم فكان الأجواء والتفاعل كثير إيجابي. السيدات اللي حضروا النشاط عانوا ظروف كثير صعبة تحت حكم داعش، فهن بحاجة لهيك أنشطة وتدريبات حتى تعزيز ثقتهم بنفسهم والتمكين الذاتي، لحتى يقدروا يأسسوا لأنفسهم، يعني سواء من خلال العمل أو من خلال المشاريع الصغيرة. فموضوع اتخاذ القرار وحل المشكلات ممكن يكون داعم ومعزز لموضوع الثقة بالنفس وموضوع التمكين الشخصي بالنسبة لهم. لا تقل عن موضوع الدراسة، لا تقل عن موضوع الحداثة والبنية التحتية والجهة.